السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم حساس لدرجة. كنيسة الشيطان. كنيسة الشيطان هي في الأصل منظمة، وقد يطلق عليها شبكة تضم مجموعة من أذكى وألمع وأكثر الناس شهرة على وجه الأرض، من فنانين وكتاب وأدباء وعلماء وحتى سياسيين. وهؤلاء هم الذين يمارسون الديانة الشيطانية كما كتب في الإنجيل الشيطاني. وبمناسبة الحديث عن الإنجيل الشيطاني، إذا كنتم ترغبون بحلقة عن الإنجيل الشيطاني اكتبوا ذلك في التعليقات. أنطون لافي هو مؤسس هذه الكنيسة الشيطانية لعبادة الشيطان في أواخر الستينات، ووصفها بأنها ديانة إلحادية بالأساس، لا يؤمنون بالله ولا بأي دين سماوي، وباعوا أنفسهم للشيطان ولا يؤمنون بحياة ما بعد الموت. وانطلاقا من ذلك، فعلى الإنسان أن يحيا حياته الحالية كما يحلو له وبشكل كامل وكيف ما يحب. ولنتعمق أكثر بمعلومات أكثر عن هذه الكنيسة، خليكم ويانا ولا تنسون تدعمونا بلايك وتعليق حلو مثلكم، لا تنسون تكتبون آراءكم بالتعليقات أهم شيء. تأسست كنيسة الشيطان في سان فرانسيسكو كاليفورنيا في 30 أبريل عام 1966 بواسطة أنطون لافي الذي كان الكاهن الأعلى حتى وفاته عام 1997. في الخمسينيات كون أنطون لافي مجموعة وسماها دائرة أتراب زويد، وهذه المجموعة مع مرور الوقت أصبحت الجسم الحاكم لكنيسة الشيطان. هؤلاء الذين اشتركوا أو حضروا اجتماعات لافي منهم، وباختصار يعني باختصار راح أذكر لكم من أبرز الأعضاء: البارونة كارين دي بيلزين، الدكتور سيسيل نيكسون ساحر قامض وصانع آلات موسيقية، كينيث إنجر منتج أفلام، روسل وولدون مساعد مستشار المدينة، وكثيرين كثيرين من جراحين ومهندسين ومحامين وناس من نخبة المجتمع. في السنة الأولى من وجود أنطون لافي وكنيسة الشيطان جذبت اهتمام الإعلام عندما تمت زيجة شيطانية علنا بين جوديث كاساس والصحفي جون رايموند. كنيسة الشيطان قد ذكرت في العديد من الكتب، وكانت عنوان تحقيقات صحفية طويلة ومقالات في عدد كبير من المجلات والصحف، وأيضا كانت موضوع فيلم وثائقي شامل اسمه ستاينس. منتصف السبعينيات صنع لافي خلافا في كنيسة الشيطان، وقام باقتلاع بعض الأشخاص الذين ظنهم يستخدمون الكنيسة كبديل للإنجازات في العالم الخارجي. بعد ذلك أصبح الإنجاز الهام في مجتمع كنيسة الشيطان هو المعيار في تحقيق تقدم في هذه الكنيسة. وفي الثمانينيات تعالت أصوات من ضمنها مسيحيون ومعالجون فيزيائيون وأخصائيون في استرجاع الذاكرة، واهتمام متجدد من الإعلام حول مؤامرات إجرامية تتعلق بكنيسة الشيطان وأعضاء من هذه الكنيسة. وبعد موت أنطون لافي مؤسس الكنيسة وقائدها، انتقلت رئاسة الكنيسة إلى زوجته بلانش بروتو. في 6 من يونيو عام 2006 أقامت الكنيسة أول قداس علني، وكان هذا القداس في مسرح ستيف آلون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. والطقوس تمت كما هو مكتوب وموضح في كتابهم، ألا وهو الإنجيل الشيطاني والطقوس الشيطانية. وقاد الطقوس الكاهن براين مور والكاهنة هايثر سينز. وكنيسة الشيطان لديها نوعان من الأعضاء: مسجلين وغير ناشطين. الأعضاء المسجلين ببساطة هم تم تسجيلهم كأعضاء، وليس هناك أي إنجاز في الحصول على هذا المركز. وليكون الشخص عضو نشيط هو اشتراكه في الكنيسة ومع أعضائها القريبين منه. والعضوية النشطة مقسمة إلى 5 درجات: الدرجة الخامسة واسمها ماجوس، الدرجة الرابعة كاهن أعلى أو كاهنة، الدرجة الثالثة كاهن عادي وكاهنة، والدرجة الثانية مشعوذ أو ساحرة، والدرجة الأولى هي شيطان وهي من أعلى المراتب والعياذ بالله. وبس هذا كان كل شيء الفيديو اليوم. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. كونوا بخير وصحة وسلامة، ونشوفكم الفيديو الجاي.